طيب استاذ حسن، خليني اسال. ايه؟ لا اتفضل اسال. طيب خليني اسال حضرتك، انت حاجه اخترت دلوقتي اللعيبه بتوع الموسم، تختار مين المدير الفني؟ نعم، مين المدير الفني؟ فيريرا. طب فيريرا طبعا. ماشي، بلا مناقشه يعني. بلا مناقشه. الحكم؟ انت بايخ قوي يا ابراهيم، انت بايخ قوي يا ابراهيم. لا جلاتنبرج. جلاتنبرج على ايه؟ على انه ان شاء الله هيصلح التحكيم يعني. فيش ولا حكم في الدوري عجبك؟ لا لا، في طبعا، في طبعا. لا في يعني. اديلك اختيارات. امين عمر. نعم، امين عمر، البنا، الحنفي، ابراهيم نور الدين. جاوب لا بدي لك اختيارات. لا بفكرك مش دي اجابات. لا والله دي مش اجابات، ده انا بقول لحضرتك اسماء وحضرتك تختار منها. محمد معروف، صباحي، ها، نادر قمر الدوله، بجيب لك كل اللي في الدوري، محمد يوسف، ها، الغندور. طبعا لا استمر ولا ايه؟ انا كررت لك اللي في الدوري كلهم. عاشور كده جبت لك كله. كويس، حلو، برافو عليك يا ابراهيم. يلا كويس يا حبيبي. لا يعني مش يعني ماشي خلاص اتفقنا. ولا اي حكم من الحكام؟ لا لا في والله كويس. ولا اي حكم من الحكام الاجانب اللي جم؟ لا لا في حكام كويسين طبعا، الحكام اليونانيين اللي حكموا ماتشات الاهلي وبيراميدز والماتشات الاخيره دي كانوا كويسين جدا يعني. صحيح.